بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق الخميس سوق أبويرة. يا جماعة النهاردة الخميس 12 مايو 2022 من داخل سوق البقر الوالد. يا جماعة خشوا نشوفوا لكم أسعار البقر الوالد. صلوا على سيدنا النبي في أول اليوم، ما تنسوناش في لايك في أول الفيديو يا جماعة بالصلاة على النبي. أدي معانا أول بقرة أهي، تبارك الله ما شاء الله. أهي إيه سنها البقرة دي حق؟ سادة على الأول. ورينا سنها كده، تقدر تورينا سنها؟ معاه فرادي؟ الصلاة على النبي. تمام ماشي، الله يوسع عليك. هذه المحاليب يا جماعة تبارك الله. تحتي انتاية؟ انتاية تحتي انتاية يا جماعة. بسم الله ما شاء الله على انتيت، الله أكبر يعني. بقرة تجيب الخير ما شاء الله. مع الفرادي بتقول؟ مع فرادي. لو قلنا لبنها على كده تحلب كام وكام؟ الله اعلم. 31 و800. وبتحلب ماري فلوسها 31 و800. فلوسها 31 و800 يا جماعه. صل على النبي تبارك. بقره ما خلتش تبارك. الصلاة على النبي تبارك الله. 15 فوق المولود يا ابو العشر. افتح سنه 15 يعني. عجله يا راجل، عجله خلاصرها ما سوتهاش. اعتبره السن من ضمن الشروط. صح؟ من ضمن الشروط السن. اهي السن قافله. قافله على الاول دي كده. قافله. آه تبارك. شوف الدر يا عم، صور يوم الدر. صور كانت يعني. ايوه. صور الدر. صور الدر يا عم. تبارك الله. الصلاة على النبي. وادي المحاليب والضره يا جماعه. الصلاة على النبي. تحتيها النتايه. الفراش انها محاجيب. تمام. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي ما شاء الله. منك انت خلاص. بالك ماشي ب 500 خلاص منك انت. صلى على النبي. صلى على النبي. 500 صلى على النبي. والله العظيم وقرفت صبي. والله قرفت صبي. انا اخذت منه بقره. اخذت حتى لو عرفك بيها البقره. اخذت انا اخذت منه بقره حمراء. والله اخذت معي 11 شهر. اعرفك بيها. اي ما تعرفنيش يعني. لا انا اللي بعرفك. صلى على النبي. البقره دي بيع وشرى فيها ب 2000. ترك رايدك ترى والله في زياده اشتري. ما في زياده والله. راعي في الناس. راعي في الناس يا بابا. والله مراعي. فراج راعي في الناس. كم فلوسها حق فراج؟ 31 ونص. العشر خمسه. والعشر خمسه 31 ونص. اهي والبيع والشراء الراي بيقول ب 1000 جنيه. مالك يا جماعه، مالك انت متاي تنزل هنا وتشتري وتبيع؟ اكسب 500 حلو، اكسب 1000 جنيه. قول عايز 2000 جنيه في البقره يا عم، ما دام انت مستقل السوق. الناس التجار يا جماعه، بنكلم الجماعه التجار اللي هي راحت مستريح وباعت وخسرت وراحت عليها الفلوس. تعال انزل السوق، ما تستهل يعني ايه، خليك دايما في الرزق يعني ايه، ما تستهونش بيه يعني، لان ده مش بتاعك لوحدك، ده بتاعك وبتاع عيالك، دي فلوسك وفلوس عيالك يعني. فتعال انزل السوق، خد لك بقره ب 20، بيعها ب 21، بيعها ب 22. الواحد زعلان والله، الواحد زعلان على الناس اللي هي ربنا يعوض عليها دي. الصلاة على النبي. عمدة صباح الفل يا معلم. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. بقرة تحتها عجلة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. أعطي راجل كمان ما تعرفش السوق. قافلة على الأول. الصلاة على النبي. اه الراجل ده شاب يا جماعه، بما يرضي الله بشوفه كل سوق، بشوفه في الخميس وبشوفه في الثلاث، بيجيب له بقره اثنين وبنزل بيهم، بيلاقي له 500، بيلاقي له 1000، بيلاقي له 2000. قال لك بيع وشراء ب 4000. قال لك بيع وشراء ب 4000. انا بشتري 200. كم فلوسها؟ 27 ونص. الصلاة على النبي. سنها سادة على الأول قلنا. تبارك الله. واحد ماري واحد ذكر. هذا الذكر يا جماعة. البلد مقسومة اثنين يا حاج، مرضوع والله مرضوع. الصلاة على النبي تبارك. ده من نجوم القناة عندنا الراجل ده. الصلاة على النبي تبارك الله. 27 ونص يا جماعة. ما فيهاش عشر ولا حاجة يا معلم. قول لنا تليفونك.
011 2 78 78 72 91 91 ما شاء الله. قلت لي اسم الكريم محمد. معلم محمد. فيها بيع وشراء البقرة دي. ايه سنها دي عمدة؟ ايه سنها؟ كسر اربع سنها. كسر اربعة؟ تحت. عشر اربعة عشر تحت تذكر. الصلاة عنا بعشر اربع شهور؟ اه. البيع والشركة؟ 32 الف ومشتري 700 جنيه. اربعة يا ابو. فيها عشر اربع شهور. والفلوس 32 الف ومشتري 700 جنيه يعني. والله يا جماعة. بالحلال حلوة. انزل وهات بقرتك هنا السوق وكسب لك 700 كسب لك 500. العرق مش حرام، انت لو قلت عايز 5000 جنيه عرق مش حرام. طبعا انت والمشتري بتوصلوا يعني ايه لحياة تقريبية. بس انا شايف اقل حاجة في البقرة ب 500 جنيه. وال 500 جنيه برضه مش وحشة يا جماعة. عارف المصاريف كثيرة اليومين دول بس مش وحشة برضه. أحسن ما تروح عليك الفلوس كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صباح الفل عمده. بارك ابيض. ايه سنها البقره دي؟ سنها بقره على الاول يا ابوي. قافله على الاول؟ قافله على الاول. تحتها نتاي البلد دي؟ تحتها نتاي الاسبانيه اللي مش بلد. اسباني. دي اسباني. اه الصلاه على النبي. فيها 10 ولا 10 6 شهور السابق. 10 6 شهور. والفلوس 27 ونص. والفلوس 27 ونص. 27 ونص. الصلاه على النبي. عمر البلاد. العشر ستة؟ العشر ستة والسابع. يعني مخلص الستة وماشي في السابع. ماشي في السابع. تبارك الله. في عقاب لبس في الطمن عرضة. ما شاء الله تبارك الله. والفلوس 27. العشر ستة يا جماعة برضو خلي بالكم يعني. تبارك الله. كم تليفونك عمد؟ 03 وحايد 03 وحايد 276 276 93 93 ماشي خالد. 03 وحايد 276 92 36 36 يكفينا فيكم شر الباطل. امين يا رب. اسم الكريم ايهاب عبد العاطف خالد. ماشي حق ايهاب. اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله. على فكره يا جماعه سوق البقر النهارده يعني مهزوز شويه. ليه؟ اقول لك انا ليه. طبعا يا جماعه انا رجلي رايحه جايه في السوق، فيعني الواحد اكيد طبعا كل شويه بيكتسب خبرات يعني. اي بقره كانت بتعدل عشر الاربعه وتحتيها عيل ذكر او بتاع او ذكر او انتايه، كان اقل حاجه مثلا بتعدي ال 30، بتبتدي معاك من 30 لغايه زي ما انت عايز. بقى في بقره احنا صورناها، بقره صورناها في سوق الثلاثه اللي فاتت كانت عشر 8 وتحتيها عجل. كان تبارك الله الفيديو لسه ما نزلش، الفيديو ده لسه هينزل يعني. كانت واصله 45000 جنيه. فدايما البقر الوالد والعشره لعياله اللي هو من فوق الاربع شهور ده بيعدي ال 30. النهارده احنا شفنا طبعا البقر تحتيه نتي ونتيات وتحتيه عيون 27 27 ونص، يعني معنى كده ان السوق كويس. السوق كويس. السلام على النبي تبارك الله. سادة. سادة. تحتيها ذكر؟ ذكر. الصلاة على النبي. ايه فلوسها دي؟ والله فيها بيع وشراء. كم البيع وشراء؟ 22 و200. 22 و200؟ قفلة قديمة هنا؟ قفلة. الصلاة على النبي. كاشفة؟ ايوه كاشفة. كاشفة. 22 و200. كاشفة يا جماعة اللي هو بعد السارد، يعني سارد اللي هو زي السارد القديم، بعد السارد القديمة. ب 22 و200 بيشتروا فيها البيع والشراء. الصلاة على النبي تبارك الله. السلام عليكم. صباح الفل يا خالد. الله يبارك فيك. ايه سنها البقرة دي؟ بقرة صار. الصلاة على النبي. تحتيها انتاية هي؟ ايه البيع والشراء فيها؟ 19. 19 يا جماعة. شفتوا يا جماعة؟ السوق مريح. ما شاء الله تبارك الله.
بلاش الا روح 19 بقرة والدة ب 19000 صباح الفل يا خال ناركم ابيض صل على النبي ازيك يا باشا لا خليك يا باشا ايه سنه البقره دي عجله بكريه كسر اربعه عجله بكريه كسر اربعه تحتها صل على 20000 ب 20000 20000 بس بكريه تبارك الله ب 20 انا هدلت يا عم بعد هروب المستريح الصلاة على النبي يا عم كم تليفونك لحد عايزها منك 012-263-4-224 الله يوسع عليك يا عم ب 20000 يا عم هروب المستريح يا عم الارسوم رجع لاصله صل على النبي 20000 بس كسر اربع سنوات وبكريه ببلاش يعني الموحش اللي سوق النهاردة البقر الوالد ممتاز 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 النهاردة وإن شاء الله يا رب كده إن شاء الله يا رب كده ترتاح برضو أحسن من كده السوق رجع وتملى يا جماعة الستايل الأصلي أها صلى على حضرة النبي الستايل تبارك الله دي لبن ولا يا حاج والدة صلى على النبي ايش النادي سادة قديم ولا جديد سادة قديم الله يوسع عليك اخا صلى على النبي تبارك 10 3 شهور على عيل واد الضرع بتاعه صلى على النبي فين عيلها حي عيلها فين الحمراء لا السودة اللي نايمه السودة اللي نايمه انا اوريكم بنتها برضه هي اه بنت بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهلا ما شاء الله ايه البيع والشراء فيها 33000 بسم الله ما شاء الله تبارك 5 في الوجه 5 و5 لبنها تبارك الله كم تليفونك لحد عايز توصل معاك 011-462-3-1-8-2-1 اسم الكريم حق الله حق كرار ماشي عم صلاح الله يوسع عليك معاكم دفع صلاة عنا بيس النبي كسر ستة كسر ستة ده ولد ايه تحتيها هي تحتيها ذكر ولدها بقرة كسر ستة يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله كسر ستة بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله أكبر تحتيها الذكر دي صلاة عنا تبارك الله ايه البيع والشراء فيها اخا؟ 28000 الصلاة على النبي فيها عشر ولا حاجة؟ لا ما فيش عشر سنها سنها ايه؟ كسرة ستة كسرة ستة الصلاة على النبي كم تليفونك لحد عايز توصل معاك؟ ايه؟ تليفونك 011 27-10-33-18 اسم الكريم؟ ادهم بجوم ماشي عم ادهم؟ عم ادهم ماشي عم ادهم يا جماعة بقرة كسرة ستة ازيك يا باشا الله يخليك عم الله يوسع عليك يبارك لك كسرة ستة وتحتيها الذكر دي الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله انت يصور هذه الغليبه انا دي الصلاه على النبي تبارك تبارك معاك دي معاك دي الصلاه على النبي ايه سنه معلم جمال سنه ايه ساده تبارك الله بس بقره جربها يا جماعه تبارك الله حاول ارجع لكم مره عشان يجيبها لكم كويسه يا جماعة دي لو أكلت كله ده هيك الصلاة على النبي تبارك تبارك تحتيها نكاية كام معلم جمال كام في الاسم 30000 بس عايز فيها عشرة ولا حاجة لا يا ابوي الصلاة على النبي 30000 يا جماعة ايوه يا راجل 011-55-44-721 اسمه كريم جمال جمال يا ابوي ماشي معلم جمال اهي يا جماعة تحتيها نتايا والسن قافل والفلوس 30000 هذا يا جماعة البقر الوالد في نهاية الفيديو ما تنسوناش في اللايك والناس اللي داخلة تشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته